ما في شيء يجي بسهولة في الحياة، بس يبغاله صبر وإيمان، وفي النهاية كل شيء يستاهل. يعتقد الناس أنه صعب على المرأة السعودية أنه تدخل هذا المجال، بس أنا أحس أنه من خلال خلفيتي أنه المرأة جربت كثير أنه تثبت نفسها في هذا العالم، والحين شوفوا وين وصلنا. بالنسبة للمواطنة السعودية، أحس أنه أسلوبي أكثر جرأة من العادة، اللي خلاني أتعرض لبعض الانتقادات القاسية شوية، بس حبي لعملي خلاني ما أوقف وأكمل لين ما قدرت أوصل لعيون وقلوب الناس.